السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ان في فيديو زي عمر. هذا اي شيء مثل ما تشوفوا اليوم معكم مقطع جديد. اليوم شباب حاب اخبركم اني ببدأ سلسلة اسمها حرب السيت اب. قبل لا نبدأ الفيديو الله يخليكم سووا لايك وسبسكرايب واستعملوا كود العمر فلاتم شوب، واليوم بخبركم كيف تشاركون في حرب السيت اب. معكم ان في فيديو زي، يلا بسم الله خلنا نبدأ. شباب انا الحين بخبركم خطوة بخطوة كيف تشاركون بحرب السيت اب. اول شيء لازم يكون عندكم كاميرا او ايفون تصور، اعلى شيء الوضوح، الوضوح اقل شيء لازم يكون 920x1080، يعني 1920 ب 1080 او 4K. اهم شيء انه فوق ال 1080، 1920 ضارب 1980، اهم شيء انه يكون اعلى عنه. اوكي هذا اول شيء، وخلنا ننتقل لثاني شيء. شباب ثاني شيء لازم تسوونه ان ترقبون الصور، يعني هاي الصورة رقم 1، هاي الصورة رقم 2، هاي الصورة رقم 3، هاي الصورة رقم 4. ننتقل للخطوة الثالثة. شباب ثالث شيء ان الصورة لازم تكون واضحة وما مضببة او لا وسخة او لا الكاميرا عليها رمل او شيء، وان لازم تكون الصورة سيدة يعني ما تكون بليري، فهمتوا؟ يعني ما تحركون التلفون وانتو تصورون، واذا عندك ترايبود تقدر تصور بالترايبود او الستاند عشان الصور تكون احسن. وننتقل لرابع شيء. الرابع شيء شباب ان تخلون ان الغرفة فيها اضاءة، يعني الاضاءة زينة، اهم شيء ان تكون الاضاءة زينة حق السيت اب، او اذا انت عندك ال اي دي وراء شغل كل شيء في السيت اب، يعني عشان يخلي السيت اب شكلها احلى ويبين شكلها الصجي يوم انت تلعب. وننتقل لخامس شيء. خامس شيء شباب خلوا الصورة لاندسكيب، مو بفيرتيكال لاندسكيب، براويكم كيف لاندسكيب حق اللي ما يفهمون الانجليزي، يعني تخلي الصورة، يعني تخلي تلفونك على صوب، مو بتخلي واقف سيدة عشان تبين كل شيء في السيت اب. الله يخليكم، هذا اهم شيء. وننتقل لسادس شيء. سادس شيء شباب تغيرون الوول بيبر كامل، يعني الخلفية مال الشاشة تغيرها عشان يكون شكلها حلو مع الشاشات، او تخليها نفس لون الار جي بي، الليت الار جي بي مالك تخلي لون واحد، او المهم يعني اللي عايب انك واللي يخلي شكل السيت اب احلى، بس اهم شيء ان تكون كل الشاشات نفس الخلفيه عشان يكون يطلع شكل السيت اب احلى، فهمتوا؟ ننتقل لسابع شيء. سابع شيء شباب هم الصور. اول صوره هي تكون سيده، يعني سيده على السيت اب. ثاني صوره من على اليسار. ثالث صوره من على اليمين، يعني نفس الصوره اليسار بس من الصوب اليمين. ورابع شيء شباب انه يكون الصورة مع الكرسي من اليمين او اليسار، انت اختار ما يهمني، بس اهم شيء انت تختار مع الكرسي، حتى لو كرسيك ابو كلب عادي صورة. شباب الصورة الخامسة انه تكون ماوس كيبوردك مع الماوس باد من فوق، اهم شيء انه تكون اقرب ما تقدر وانت تراوي الماوس الكيبورد مع بعض في صورة واحدة. والصورة السادسة شباب انه تكون صور الشاشات من اليسار او من اليمين او من قدام من السيدة، يعني كل شاشاتك في صورة واحدة، اهم شيء ان تكون الصورة لاندسكيب وتصور ثلاث شاشاتك او الشاشتين او الاربع شاشات اللي عندك اياه، بس اهم شيء تصور الشاشات والصورة تكون واضحة. سابع صورة شباب صورة المونيتورز من وراء او الكيبل مانجمنت حقك، يعني تروين الكيبلات كيف خاشنهم او من ورا المونيتر شو صاير ورا المونيتر، كيف علقتهم والكيبلات وين حطيتهم، كيف علقت الكيبلات، يعني خشيتهم ورا السيت اب او خشيتهم تحت الطاوله او ورا الطاوله، واذا في الطاوله فيها مثل حاجز ان تقدر تخشها ورا، اهم شيء ان تصور لنا اذا تقدر، اللي تقدر عليه يا تصور الشاشات من ورا او يا تصور الكيبل مانجمنت من تحت على كيفك، بس اهم شيء تصور الكيبل مانجمنت حقك، واذا الكيبل مانجمنت خايس مالك حتى لو صوره عادي. شباب الصوره من 8 لين 10 او لين 15 تصورون البي سي ومواصفات البي سي من قريب، من على صوب، من قدام، من الصوب الثاني، ومن ورا تصورون البي سي. ما لازم تحركون البي سي، يعني تقدرون تخلونه مكانه او تقدرون تحركون البي سي تحطونه قدام السيت اب او شيء، يعني بس اهم شيء انكم تصورون البي سي، يعني المواصفات بعدين نتكلم عنها، بس الحين اهم شيء الصور. فتصور لنا البي سي من على صوب المكان اليوم تشوف الجرافكس كارد، وها وتصوره من قدام وتصوره من ورا، وتبطل اللي ورا عشان نقدر نشوف الكيبل مانجمنت اللي ورا، ونقدر نشوف الهارد ديسك مالك والباور سبلاي
والكيبلز مال الفون ومال مال الجرافيك كارد وبس. هاي الصور من 8 لين 15 اذا تقدر يعني تصور وايد صور، اذا حاب تصور وايد صور طرشهم، لكن اذا حاب تصور يعني على الاقل اربع صور على عن بي سيك فقط. شباب ننتقل للصورة 16، يعني لو وصلت لهالدرجة من الصور، من اذا خلصت من بي سيك من صورة مثلا، يعني تخلصت 10 صور يعني صورتين عن بي سيك، اقل شيء 4 صور عن بي سيك يعني 12 صورة. اذا خلصت 12 صورة يعني 4 صور عن بي سيك، اتصور للاشياء اللي في غرفتك مثلا سبيكر او الغنفة او يعني مثلا شاشة الكمبيوتر حقك، يعني مال شاشة الكمبيوتر يعني التلفزيون، اذا عندك تلفزيون، اذا عندك مثلا اكشن فيجر او عندك بلاي ستيشن مركبينها على تلفزيون، او يعني اشياء تبى تروينه من الصورة 12 لين 17 كيفك تقدر تصور لنا هاي الاشياء اللي داخل الغرفة وبس. خلاص شباب، اول شيء بتشوفون في الديسكريبشن كلام وايد مثل تسوي له كوبي، يعني تسوي له كوبي بعدين تسوي له بيست. فيعني مثلا انا بوريكم كيف تسوي كوبي عشان تتسخونه كامل. واول شيء بطلوا نوت باد، واول شيء يعني روحوا الرابط اللي في الديسكربشن سووا كوبي، بعدين تقدرون يعني مثلا تدقون رايت كليك، تضغطون الماوس اللي في اليمين وتدقون بيست يعني النسخ، وتنسخه وتكتب الاسم. اول شيء اسمي انا مثلا عمر، لا حطنا بالعربي بالغلط، اسمحوا لي ترى كيبوردي بالانجليزي، بكتب الاسم عمر، عمر العمر 15، البلد انا مثلا انا الحين انا من الامارات فبكتب UAE، مكتبي المكتب مالك، اذا ما تعرف شو المكتب مالك اكتب ما اعرف يعني. الكرسي انا الكرسي من ايون، وشاشة ريزر، شاشة MSI وشاشة AMD مثلا، AMD شاشة AMD، وكيبوردي انا مثلا كيبوردي داكي، والماوس ريزر، ماوس ريزر، بس لازم تكتبون شو اسم الماوس، ماوس مثلا ماوس ريزر هانتمان او شيء. يعني انا مثلا ماوسي ريزر بس انا ما اعرف يعني ماوسات ريزر. او الماوس باد، يعني اذا تعرف شركة الماوس باد حقك اكتب شركة الماوس باد. انا مالي اسمه RGB ماوس، ماوس باد، ماوس باد. ومكبرات الصوت هي السبيكر، فانا السبيكر مالي من لوجيتك مثلا، لوجيتك. وسماعة الرأس يعني مثلا اللي لابسنها، السماعة اللي لابسنها انا سماعة الرأس مالي MSI. ومثلا مايكروفونك، اذا انت تستعمل مايكروفون اكتب، اذا انت ما تستعمل مايكروفون اكتب N شخطة A. بس انت يعني لو تبغى تقدر تكتب بالعربي اسمك، ولكن مواصفات البي سي لو سمحتوا اذا تقدرون اكتبوها بالانجليزي، او اذا ما تقدر اكتبها بالعربي عادي، بس يعني اذا المواصفات اذا مكتوب بالانجليزي فانصحك تكتب في الانجليزي، واذا نص عربي ونص تعرفها بالانجليزي ونص تعرفها بالعربي اكتب نصها بالعربي واكتب نصها بالانجليزي. والحين نتحرك. السي بي يو هو المعالج، معالج البي سي. انا السي بي يو مالي كور اي 7 مثلا، كور اي 7، واذا هو 907000 ما ادري شو اسمهم. والجي بي يو انا مثلا الجي بي يو مالي 260 سوبر. والجي بي يو كولر، الكولر يعني الفان اللي برد المعالج، مبرد المعالج. اوكي مثلا انا مالي NZXT، والاسم ماله NZXT كولر، انا بكتب لانه ما اعرف اسمه، فلازم تعرف اسم كل شيء. الرام 16 جي بي رام، رام من هذا كورسير. والستورج المساحة حق البي سي. الاس اس دي من شو؟ انا 265 جي بي اس اس دي من دبليو دي جرين، وهذا عندي 2 تيرابايت
لا خلنا يعني مثلا تكتب شخطة، مثلا تكتب فصلة، تكتب 2 TB SS، لا مو بـ SSD، الهارد درايف اسمه الهارد ديسك او الهارد درايف يسمونه HDD، 2 TB HDD، والمذر بورد حقك. انا المذر بورد مالي اسس زي 390 مع الكيس، الكيس مالي NZXT H510i اليت. اسمحوا لي شوي. والفانز المراوح، انا المراوح مالي بعد NZXT، المراوح اللي جايه مع الكيس هي المراوح ال NZXT، بروحها جايه مع الكيس. يعني الحمد لله انا ما لازم اجهز الفانز مالي وكل شيء، فهو اوريدي موجود حقي. وهذا تكتبونه، وبعدين الحين بخراويكم وين تكتب، وين تنقلونه، وين تحطون وكيف ترسلوا لي الصور والاسم والمواصفات كلها. شباب وصلنا للخطوة العاشرة. اول شيء تدشون هذا الموقع، الرابط اول رابط في الديسكريبشن بيكون موقع وي ترانسفير، تدقون اي اجري يعني انا وافق، وانا وافق، وايميل تو. اول شيء تكتبون الايميل amvvdz setup، هذا يعني من وين بطرش الايميل لين ايميلي، هذا ايميلي حق الحرب السيت اب. تكتب @gmail.com، هذا الايميل amvvdz setup@gmail.com، وتكتب ايميلك. مثلا انا ايميلي مثلا بكتب ايميل اي شيء، مثلا qwerty@hotmail، مثلا انت @hotmail او جيميل او اي شيء، تكتب ايميلك، وبعدين تروح للنوت باد وتنقل كل الاشياء. شوف تنقل كل الاشياء، تكتبها في المسج، تكتبها في المسج، بعدين تدق ترانسفير على طول. وقبل لا تدق ترانسفير تدق على اد فايلز، تروح من مكان الصور وتنقل الصور على طول لين هنا. مثلا انا بروح فيديو براويكم، يعني مثلا بنقل هاي الصورة، وبعد بزيد. لو تبغى تزيد دق فولدر، تقدر تحطي فايل كامل. فمثلا انا فيديو اقدر انقل هذا الفايل كامل، ادق ايكون ان بانر انقله كامل فبينقله. شباب بس الحين يبالكم اخر شيء، وهو تدقون ترانسفير، بينقل الفايل على طول لين ايميلي. بس هذا عشان انا لازم تسوي فيريفاي اخر شيء، فبيطرشولك ايميل، تكتب الفيريفيكيشن كود وتدق فيريفاي على طول، بيطرش لي الايميل على طول، بيطرش لي الصوره والكلام كل شيء. وهذه اخر خطوه في الفيديو. فشباب اذا استفدتوا من الفيديو عشان كيف تدشون كيف تشاركون في سيت اب وور حقي، سووا لايك سبسكرايب، استعملوا كود المال فلاتم شوب. ان شاء الله الفيديو الجاي بيكون عن حرب السيت اب، اذا عندي مشاركات وايد، واذا ما كان عندي وايد بيكون شيء فيديو قصير، فعشان شيء احتاج وقت، يمكن تتريون يوم يومين اسبوع اسبوعين لين ما اسوي الحركه. لكن يمكن انزل فيديوهات بدالها، وبخبركم متى بنزل السيت اب وور حرب السيت اب. فشباب اذا عجبكم الفيديو الله يخليكم، سووا لايك وسبسكرايب، واستعملوا كود المال فلاتم شوب. واذا ما فهمتوا شيء عيدوا الفيديو من اول، رد طالع الفيديو من اول بس بدقه هالمره تسمع وكل شيء. معكم في دي زي، يلا بيس.